أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه الجنازة، وقد وصلنا فيه إلى ما بعد دفن الميت في قبره. ومن هذه المسائل التي تتعلق بالدفن مسألة الدفن في وسط قبور الصالحين وفي الديار المباركة كالحرمين الشريفين وبيت المقدس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجاه السوء. ومن ثم ثبت في صحيح مسلم أن سيدنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى عند وفاته أن يدنيه من الأرض المقدسة قدر رمية حجر. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبرا عند الكثيب الأحمر. فاستنبط العلماء من هذا الحكم أو من هذه المسألة سنية الدفن في الديار المباركة التي ترجى بركتها، لأن الصالح حين يدفن ببركته يرفع العذاب عن أهل هذه المقبرة، هكذا قال العلماء رضوان الله تعالى عليهم. ومن ثم لما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان والبيهقي وصححه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع هذا الحديث كان يدعو ويقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فالسيدة حفصة بنته قالت: أن يكون ذلك؟ كيف تموت شهيدا وفي المدينة؟ الشهيد طبعا يخرج للجهاد ويموت في أي أرض فيها معركة. قال: يأتي به الله إن شاء الله.
يأتي به الله إن شاء الله. وقد تحقق ونال شهادة سيدنا عمر وهو في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله، فمات شهيد المحراب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الحجرة ملكا للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أرسل إليها عبد الله ولده يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قال لها: قل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم بأمير. فاستأذن سيدنا عبد الله السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: كنت اختصصته لنفسي واليوم لأؤثرنه على نفسي. من ورع سيدنا عمر وشدة خوفه أنه أمر ابنه عبد الله أن يستأذن مرة أخرى بعد الموت، خوفا من أن تكون قد أجازت استحياء وهو حي. قال: إن حملتموني إلى المقابر فادخل عليها وقل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبي، فإن أذن وإلا فادفني في مقابر المسلمين. فالشاهد من هذه القصة أن المؤمن يجوز له أن يوصي أن يدفن في مقابر الصالحين كالبقيع مثلا والمعلى، المعلى في مكة والبقيع في المدينة المنورة. يقول الشيخ حبيب الله الشنقيطي في كتابه زاد المسلم فتح المنعم بشرح زاد المسلم فيما اتفق فيه البخاري ومسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقلت: يا رسول الله، هل ورد عنك أنك قلت إن جبريل يأخذ بمقبرتي البقيع والمعلى، المعلى أو المعلى، ويقلبهما بترابهما في الجنة؟ قال: نعم، ورد عني معنى ذلك، ورد عني معنى ذلك. طبعا ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق، كما ورد في الصحيحين: أن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا رجل من المحدثين العظام الذين درسوا في الأزهر الشريف وفي مسجد مولانا الإمام الحسين، وكان يحفظ الكتب الستة عن ظهر قلب، فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك في الأجزاء الخمسة في فتح المنعم تراه في كل صفحة أو في كل صفحتين يسأل الله تعالى أن يميته بالمدينة وأن يدفن في البقيع بجوار خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هكذا الشيخ حبيب الله. الدفن يوم الأربعاء وراك في حاجة؟ لا طبعا، الشرح الأربعاء لا لا، الدفن في كل وقت كما ذكرنا في الدرس الماضي، في كل وقت وفي كل يوم من ليل أو نهار، ويندب الدفن في النهار ويجوز الدفن ليلا، لكن الأربع لا مزية فيه. لا تشق الأرض على نبع ولا يوم الأربع؟ لا لا، هذا خبص، هي لا تشق الأرض على يوم الأربع دي، هذا خبص. هو طبعا ورد طبعا أن من مات ليلة الجمعة أو يومها وقاه الله فتنة القبر، هذا هو الوارد، يعني ثبت عند المسألة، ثبت عند سؤال الملكين، ده الوارد في الحديث الصحيح. لكن حكاية أنه لا تنشق الأرض يوم الأربعاء على نبي أو ولي، الكلام طبعا يقول العوام هذا، لكن لم يرد في السنة الصحيحة. فمن السنة أن يسأل الله تعالى المؤمن أن
يدفن في الأرض المقدسة ويتمنى أن يموت في الحرمين الآمنين، لأن ورد طبعا عند الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات بأحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. وفي لفظ آخر: من مات بأحد الحرمين كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فهذه من ضمن الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يتمناها وأن يسأل الله تعالى أن يموت في هذه الأرض المباركة، كما تمنى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اقتداء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. كذلك من المسائل المتعلقة بالقبر أن الإسلام أمر باحترام القبور تكريما لبني آدم، ومن ذلك حرم نبش القبر. اتفاق العلماء قالوا: القبر حبس على صاحبه ما دام رفاته فيه كالبيت، لا يجوز نبشه إلا لضرورة قصوى كالدفن معه مثلا، يعني تعذر الدفن بعيدا عن هذا القبر وأردنا أن ندفن ميتا مع ميت للضرورة، فيجوز نبش القبر لدفن آخر معه مع الميت للضرورة. لكن لو كانت هناك فسحة من الأرض يبقى ندفنه في قبر آخر ولا ننبش القبر على صاحبه، لأنه كالبيت سواء بسواء. كذلك لو دفن الرجل بغير غسل أو بغير كفن أو وجه إلى غير القبلة، واحد جاهل مثلا جعل وجه الميت إلى فوق أو جعل ظهره إلى القبلة، هنا ننبش القبر طبعا مع أمن انتهاك حرمة الميت. يعني لابد إذا أردنا أن نعدل الميت على القبلة يبقى يكون هذا من خلال يوم أو يومين، حيث نأمن التغير. أما إذا خفنا من الانفجار أو خفنا من ظهور الرائحة يبقى ننتظر حتى تزول الرائحة بعد مثلا 6 أشهر حتى نضمن عدم انفجار الميت وعدم ظهور رائحة كريهة. كذلك يجوز نبش القبر عند جمهور العلماء إذا خفنا على الميت من الكلاب أو السباع أن تأكله. جماعة حفروا للميت مثلا قبرا ليس عميقا قريبا من وجه الأرض، طبعا من السنة أن يعمق القبر حتى يأمن من الكلاب والسباع وظهور الرائحة. لكن جماعة مثلا حفروا لميت مقدار مثلا زراع أو زراعين، يخاف أن تنبش عليه السباع وتخرجه. وإذا يجوز نفس القبر في هذه الحالة حتى نعمق القبر وننزله في قبره، أو دفن بغير كفن أو دفن بغير غسل يخرج ويغسل ويكفن كما فعل سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قد روى الشوكاني في نيل الأبطار ونسبه إلى سعيد المنصور أن جماعة دفنوا ميتا من غير غسل ولا تكفين ولا صلاة، وناس جهلاء فعلوا هذا فأخبروا فأمر بنبش القبر طبعا في الحال، وأخرج الميت وغسل وكفن وصلي عليه، صلى عليه هو رضي الله عنه، لأن هذه الأشياء فرض كفاية، الغسل والتكفين والصلاة عليه. لو دفن بغير صلاة يصلى على القبر ولا ينبش لأجل
الصلاة، لأن الصلاة عليه وهو على ظهر الأرض يعني كالصلاة عليه وهو في القبر، تصل إليه والدعاء يصل إليه، فلا داعي للنبش. يعني النبش ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول العلماء. فالصلاة ممكنة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري على الرجل أو المرأة التي كانت تقوم بالمسجد أو يقوم بالمسجد، فالصلاة على القبر صحيحة، فلا يجوز نفش القبر إلا عند الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها. وكذلك نقل الميت، نبش القبر لنقل الميت، إذا كانت هناك ضرورة للنقل كأن دفن في غير ملكه وأراد صاحب الأرض، الأرض ملك لصاحبه، أراد أن ينقل الميت، فهنا يجوز طبعا نبش القبر لإخراج الميت من غير ملكه. أما إذا كانت الأرض طبعا موقوفة للمسلمين أو مسبلة أي في سبيل الله، يبقى لا يجوز أحد أن ينبش القبر لأجل أن يخرج الميت وينقله إلى مكان آخر، لأنه حبس عليه. لكن إذا دفن في غير ملكه وأراد صاحب الملك أن ينقله، ننبش القبر وننقل إليه وننقل الميت، لأن صاحب الأرض أولى بأرضه حتى ولو كانت مقبرة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن المقابر منها ما هو في سبيل الله الذي تمنحه الحكومة للناس، ومنها ما هو موقوف من الناس، واحد وقف أرض للدفن فيها، ومنها ما هو ملك يعني يشتريه الرجل ويحوطه ويدفن فيه. فإذا دفن في غير ملكه يبقى يجوز لصاحب الملك أن ينبش القبر وأن يخرجه إلى مقابر المسلمين وهكذا. امبارح كانوا جايبين في التلفزيون سوريا مسافة كبيرة كانت بعد 5 متر حكايات، باقي 20 واحد مرصصينهم كذا جنب بعض. القبر الجماعي؟ ما القبر الجماعي جاهز؟ ذكرناه في الدرس الماضي. يجي 20 واحد جنب بعض؟ نعم. هم كل نايمين كذا جنب بعض مرصصين. الدفن الجماعي في القبر الجماعي جاهز، خاصة عند الضرورة. شهداء أحد دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، لما شكوا إليه الصحابة الإعياء كثرة الحفر في القبور، قال ادفنوا يعني الرجل مع الرجلين والثلاثة مع بعضهم، قال احفروا وأعمقوا وضعوا الرجلين والثلاثة، وكان يقدم أكثرهم قرآنا، يعني الأكثر قرآنا يكون جهة القبلة، ثم الذي بعده ثم الذي وهكذا، يعني الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل وهكذا. فهذا جائز، يعني القبر الجماعي لا شيء فيه، خاصة عند الضرورة وعند كثرة الموتى. ومن المسائل المتعلقة بالقبر ما لو ابتلع الميت مالا. زمان كانت الدراهم والدنانير الذهبية والفضية، فكان مثلا بعض البخلاء معاه طبعا حفنة من الدنانير، مش عايز يكره الورثة، مش عايز ياخدوا منه، فيجيب ميه وايه؟ يبلعها. ها؟ فما الحكم؟ فالعلماء قالوا إذا ابتلع مالا كثيرا فهو حق الورثة، فيجوز شق بطنه وإخراج هذا المال، لأن الحي أبقى من الميت. طب وإن كان في سنان، يعني مركب سنان ذهب؟ نعم. وإذا مات الميت وهو يركب طقما من الأسنان من ذهب يخرج إن أمكن إخراجه، وما دام هو مال، يقول العلماء له مال يعني مال كثير يبلغ الآلاف، يبقى يخرج بطريقة أو بأخرى. ممكن نستعين بالأطباء في هذا ويخرجون إيه؟ يخرجون هذا الطقم، طقم الأسنان الذهبي من فمه لانتفاع الحي به. أما إذا كان مالا قليلا
يبقى لا يشق بطنه لهذا المال الكبير. ماتت امرأة وفي بطنها جنين يتحرك. هذه مختصة برضو من ضمن المسائل المتعلقة بالدفن. كيف ندفنها؟ العلماء قالوا بعضهم قال ينتظر حتى يموت الجنين لأنه بيضطر، ننتظر حتى يموت ثم ندفنهما معا. وبعضهم قال والجمهور على ذلك قال يشق، وخاصة المالكية قال تشق البطن عرضا ويخرج الجنين، والإمام أحمد قال تخرجه القوابل أو الطبيبات، طبعا ما فيش طبيبات كان، لكن هو قال القوابل هي النساء التي تتولى الولادة، يعني إن أمكن إخراجه من الفرج أخرج، إذا لم يمكن يبقى تشق البطن إيه؟ عرضا في المال، تشق طولا المال في المال تشق بالطول قصاد الايه المعده وفي الولد تشق عرضا. هذا كلام الفقهاء. وفي زمن الامام اشهب تلميذ الامام مالك كما ذكر العلامه النفراوي ذكر ان امراه ماتت وفي بطنها جنين يتحرك، فسألوا العلماء قالوا ينتظر حتى يموت. الإمام أشهب قال الحي أبقى من الميت، يشق بطن المرأة ويخرج الولد، فأخذوا برأي الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك، فخرج الولد ذكرا فسموه أشهب، وصار هذا الولد من أهل العلم المالكي، وكان يعجب بآراء الإمام أشهب ويفتي بها. قال لأنه كان إيه؟ كان سبباً في حياته، يعني لولا فتوان لدفن مع أمه. سبحان الله، يعني شوف فتاوى العلماء، المسألة خلافية، لكن أخذنا برأي من قال تشق البطن ويخرج الولد لأن الحي أبقى، فخرج الولد عالما. لو أخذنا الفتوى من قال لا تشق البطن ودفناه ضاع العلم، لكن طبعا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني دي مسألة، وكثير من النساء تموت في الطلق، والتي تموت في الطلق شهيدة كما ورد في السنة الصحيحة، أن المرأة إذا ماتت عند المخاض تكون شهيدة، لكن الولد يخرج على أي حال. في طريقة مثلا في الطب تخرجه من غير جراحة يخرج، مفيش، يبقى التدخل الجراحي شرعا جائز، لا يقال أن هذا شق بطن ميت، لكن الحي أبقى. والانتظار حتى يموت، يعني هذا قول شديد وقد يكون فيه شيء من الإثم، لأننا نكون قد يعني كأننا كتمنا نفسه. وبعض العلماء قال يثقل بطنها حتى يموت، لكن هذا حرام، هذا إيه حرام، لأنه فيه قتل نفس، فرده العلماء قالوا هذا رأي خاطئ، لأن هذه نفس لا يجوز قتلها بأي حال. والانتظار يعني فيه شيء من الخلق، لأنه من طول ما الأم حية هو يتنفس بنفسها ويتغذى بغذائها، فإذا انتظرنا حتى يموت كأننا منعنا عنه النفس ومنعنا عنه الغذاء. يبقى إذا رأي المالكية والإمام أشهب خاصة أن شق البطن لإخراج الجنين هو الأولى وهو الأرحم وهو الأليق بروح الإسلام في المحافظة على الأرواح، لأن هذا تكريم لبني آدم، هذا تكريم لبني آدم.
هذه من المسائل المتعلقة أيضا بدفن بدفن الميت. كذلك من المسائل المتعلقة بدفن الميت وضع الرياحين والأزهار والأشياء الرطبة على القبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن مر قبرين يعذبان فقال وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ وفي الرواية لا يستتر وفي الرواية لا يستنزه من بوله ثم دعا بجريدة لرطبة فشقها نصفين صلى الله عليه وسلم وغرس في كل قبر نصفا وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا فاستحب جمهور العلماء وضع الرياحين ووضع الزرع الرطب على القبر حتى ينتفع الميت بتسبيح هذه الأشجار. انظر إلى كلام العلماء في شرح الحديث قال إذا انتفع الميت بتسبيح الأشجار والنخل عليه أفلا ينتفع بتلاوة القرآن عنده؟ انظر إلى قوة الاحتجاج. ورد على من يقول إن قراءة القرآن عند المقابر بدعة وضلالة هذا كلام طبعا لا يصح وهذه مسألة تناولها العلماء وفيها نصوص من المذاهب الأربعة منهم من قال يستحب ومنهم من قال يجوز قراءة القرآن على القبر بعد فنه هذه سنة نبوية كيف؟ أولا صلاة الجنازة حينما نصلي على الجنازة أول تكبيرة نقرأ الفاتحة وهذا ميت وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الآن على الرجل الذي كان يقوم المسجد أو المرأة صلى على القبر وحين صلى على القبر قرأ الفاتحة وهو واقف على القبر يبقى إذن قراءة القرآن على الميت بعد موته سنة وليست بدعة كما يزعم المتنطر ويقول هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا والحديث في نيل الأوطار وهو حديث صحيح وصححه الحافظ ابن حجر حديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والإمام أحمد رجع إليه موفق الدين ابن قدامة كان مع الإمام أحمد في جنازة فرأى رجلا يقرأ على القبر رجلا أعمى ضرير فقال إن قراءة القرآن على القبر بدعة لباب أحمد ونهى الرجل أن يقرأ فكان معه موفق الدين ابن قدامة قال له ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال سمعت منه شيئا في الحديث قال نعم قال أخبرني مبشر الحلبي عن عبد الرحمن ابن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى عند دفنه أن يقرأ عنده عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال إن عبد الله بن عمر أوصى بذلك فقال الإمام أحمد لموفق هذا التلميذ قال له قل للرجل يرجع ويقرأ يبقى دي سنة صحابية
فعلها هذا الصحابي أوصى سيدنا عبد الله بن عمر أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها الخمس آيات، وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين بأولها وآخرها. هذا فعله، فعل سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. في قول الأحناف أنها تقرأ الفاتحة على أنها دعاء مش قرآن، طب ما الفرق بين أنها دعاء وأنها قرآن؟ لا فرق بين أن تقرأ على أنها دعاء للميت أو أنها قرآن، المهم أن الرحمة تنزل. قلت صحيح، تنزل على القارئ وتنزل عليك. أنا ما قرأتش هذا في الفقه على مذاهب الأربعة، هم طبعا يعني العلماء ما بين مجوز ومستحب، ما بين مجوز ومستحب. إذن فالذي يقرأ يقصد بقراءته رحمة الميت، لكن نص على أنه يقال بعد القراءة اللهم أوصل ثواب ما قرأت لفلان. يقرأ ياسين على موتكم مش ثم ده حديث صحيح طبعا، هذا حديث ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، حديث صحيح. قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرأوها على موتكم. الإمام الصنعاني صاحب سبل السلام له رسالة في ذلك، في انتفاع الميت بقراءة القرآن عليه بعد الموت على القبر، له رسالة في هذا، وفي سبل السلام قرر هذا. قال والذي يقول إنها تحمل على المحتضر يعني الذي يموت قال قول بلا دليل، فاقرأوها على موتاكم. يفسرها بعض الناس يقول هذا على المحتضر يعني الذي حضرته سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موتاكم، تقول المحتضر تفسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما الفرق بين المحتضر والميت؟ لا، المحتضر في سياقة الموت ينازع الروح يعني ما زال حي فيه النفس، هذا هو المحتضر، لكن الميت ميت سواء كان في النعش أو كان تحت الأرض لا فرق. فقراءة القرآن على الميت سنة كما ذكرنا، وأقوى دليل هو حديث ابن عباس في البخاري حين صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فسئل عن ذلك فقال لتعلموا أنها سنة. لماذا تقرأها في صلاة الجنازة؟ ليك أنت ولا رحمة للميت؟ تبع الدعاء اللي هو والصلاة على النبي عليه الصلاة بعد الثانية والثالثة، كله تبع الرحمة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، وتدعو لنفسك وللمسلمين بعد الرابع. إذن الميت لا فرق بين أن يكون على وجه الأرض أو يكون تحت الأرض. والمشكلة الذي يمنع القراءة يقول إن الميت لا ينتفع بها، كيف هذا؟ كيف؟ ينتفع بالدعاء وينتفع بالحج عنه وبوفاء النذر عنه والصيام عنه والصدقة عنه ولا ينتفع بقراءة القرآن. لماذا هذا التحكم؟ هذا تحكم لا دليل عليه أصلا. العلماء قالوا سائر القربات تصل إلى الميت، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن عمله انقطع. لكن انت فهمت من الآية إنه ما سعاه غيره له لا ينتفع به. الشيخ ابن تيمة جاب 20 دليل نقلها عنه الشيخ ابن القيم في الروح، وهي موجودة في الفتاوى الكبرى
على أن الميت ينتفع بعمل غيره، بعمل غيره. يعني أول شيء الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع بها كل المسلمين، وهي ليست من عملهم، إنما هي من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الجنازة من عمل الحي ولا من عمل الميت؟ من عمل الحي، هو ينتفع. وكذلك الصوم عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يعني لو عليه شهر رمضان وقد صح ويجب عليه القضاء ولم يصم، أنت تصوم عنه نيابة وينتفع به. والحج، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قالت المرأة الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق الوفاء، في رواية حجي على أبيك واعتمري. والحج أول شيء نية الحج والغسل والصلاة ركعتين فيهم قرآن ولا لا؟ ركعتي سنة الإحرام فيهم قرآن. طيب هنطوف عنه كل الأعمال، هنطوف عنه أنا بجيب الشاهد بس، وهنصلي ركعتين سنة الطواف بعد الإيه؟ بعد الطواف نيابة عن الميت. يبقى إذا كل أعمال الحج تصل إلى الميت إلا القرآن. يقول لك الميت لا يصل إليه القرآن، ثواب القرآن. ليه يا أخي؟ ليه؟ يعني ثواب الصوم يصل، وثواب الحج يصل، وثواب النذر يصل، وثواب الصدقة يصل، وثواب الدعاء، وكل الأعمال والقربات تصل، لكن إلا قراءة القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت. قال بذلك بعض الفقهاء من المتقدمين المالكية والشافعية، لكن المتأخرين منهم قالوا بالوصول. العز بن عبد السلام رضي الله عنه سلطان العلماء الشافعي كان يقول بعدم وصول ثواب القرآن الميت. حين مات رآه بعض تلاميذه قال له أيصلكم ثواب القرآن؟ قال نعم، وجدنا الأمر على خلاف ما كنا نظن، وجدنا الأمر على خلاف ما كنا نظن. استدلاله إيه؟ نعم استدلاله إيه؟ ما هي استدلال؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هي من سعي غيره فعلا، لكن الحج من سعي غيره، والصوم من سعي غيره، والدعاء والصدقة ووفاء الدين كل من عمل غيره، ليس القرآن فقط. كل شيء بيعمل للميت بعد موته ليس من عمل. هو الآية تقول يعني في الآخرة ليس للإنسان إلا ما سعى، كل امرئ بما كسب رهين. لكن لم تقل الآية وليس للإنسان ما سعاه له غيره، ما فيش كده، ولا يفهم من الآية هذا. والآية حتى لو كان معناها هكذا على سبيل الفرض، لكنها لمن قبلنا، لأن الآية في سياق أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن كون الإنسان له ما سعى لا يمنع سعي غيره له بالأدلة التي ذكرناها. واقرأوا ياسين على موتاكم، أو اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث صحيح. قالوا ولا فرق بين أن يكون الميت عند احتضاره أو تحت الأرض، لا فرق، لا فرق، فهو ميت على أي حال، سواء كان على وجه الأرض أو كان في باطن الأرض، ينتفع بتنزل الرحمات عليه
وبالثواب إن وهب القارئ له الثواب. ولذلك العلماء قالوا استحب لقارئ القرآن إذا قرأ مثلاً الفاتحة أو قل هو الله أحد أو ياسين أو أي سورة أن يهب الثواب للمقول، وهبت ثواب ما قرأته لفلان، اجعله يا ربي دعاء في صحائف أعمالي. هذا انتفاع. لذلك يبقى من باب الدعاء له دعوت أن يجعل الله تعالى الثواب له. فالعلماء قالوا لو صليت مثلا 10 ركعات أو 100 ركعة ثم وهبت ثواب الصلاة للميت فصل إليه، صمت مثلا 3 أيام ثم قلت وهبت ثوابها لوالدي يصل الثواب إليهما، تصدقت وقلت يا رب هذه الصدقة لوالدي يعني الثواب، كما إيه سأل سيدنا سعد بن معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عليها؟ قال نعم، تصدق عليها ولو بالماء. فحفر بئرا سيدنا سعد وقال هذه لأم سعد، يعني البئر وقف عليها، يعني الثواب، الثواب الجاري، هي الصدقة الجارية اللي احنا بنقول عليها الصدقة الجارية، يعني اللي بيشتري كلتين الآن مثلا نقول ثوابه لفلان، اشترى مصحفا، اشترى كتبا، وقال هذه لفلان، يصل الثواب إلى الميت. الإمام الشيخ ابن القيم في كتاب الروح قال وقد كانت المشيخة من الأنصار يختلفون على الميت يقرؤون عليه القرآن، يعني عند موته حديثا يختلفون عليه، يعني يتبادلون هذا يذهب هذا يذهب هذا يذهب في هذا اليوم وهذا يذهب في الذي بعده، يختلفون عليه يقرؤون القرآن على قبره، يقرؤون القرآن على قبره. والمقصود من هذا كله الرحمة للميت، فالرحمة تنزل والسكينة تنزل عند قراءة القرآن على الحي وعلى الميت. نعم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود والحاكم والبيهقي والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه من ضمن المسائل المتعلقة بالدفن، أن يذهب أهل الميت بعد الانتهاء من الدفن يقفون ولو 5 دقائق 10 دقائق، وطبعا من السنة أن يقف قدر نحر جزور كما في وصية عبد العاص رضي الله عنه، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لأن نحر الجزور طبعا توزيع لحمة عايز كم 4 ساعات، لأنه بل حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي، يعني هو يعني يحتاج إلى الاستئناس وهو في أول الأمر في القبر، يحتاج إلى الاستئناس وسؤال الرحمة والمغفرة له، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يسن أن أهل البيت يرجعون إليه ويقفون حوله ويسلمون عليه ويدعون له اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك أسلمه إليك الأشحاء وأنت أكرم الأكرمين، اللهم ثبت عند المسألة منطقة وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين، دعاء يقال عقب ايه؟ عقب الدفن. كل هذا من اجل الانتفاع للميت حتى ينتفع الميت بذلك.
الإنسان حينما يزور المقابر أو يقف على رأس الميت أول كلمة يقولون السلام عليكم أهل الديار النبوية. الميت يسمع أو لا يسمع؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. حديث البخاري إذا دفن الميت وتولى عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني يسمع صوت النعال وهي مشي وهي مشي. جاءه عليه ملكان وأقعدان وسأله من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. وإذا هو كما يسمع السلام يسمع تلاوة القرآن كالحي سواء بسواء. الميت كما يسمع السلام يسمع القرآن وينتفع به. ورد أنه يستأنس بزائره كما يستأنس أحدكم بزائره في الدنيا ويفرح بالصدقة تهدى إليه كما يفرح أحدكم بالهدية تهدى إليه. يعني أنت حينما تزور وتسلم وتدعو وتقرأ قرآناً وتهب ثوابه له أو تتصدق وتهب ثواب الصدقة له يفرح بهذا، يستأنس بك أولاً وأنت موجود عنده ويفرح بما تهديه إليه من ثواب. ولابد أن تعتقد هذا لأن هذا تشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع وكان يزور شهداء بدر وشهداء أحد زيارة. وطبعا في سنن أبي داود وعند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا رد السلام عليه وعرفه، وإن لم يعرفه قال وعليك السلام يا عبد الله، وعليك السلام يا عبد الله. يبقى إذن الذي عليه جمهور العلماء أن قراءة القرآن على القبر مستحبة وجائزة ولا شيء ولا بدعة فيها كما يقول الذي يقول إنها إيه بدعة. لا ليست بدعة لأنه كما ورد في ناس تقرأ القرآن مش عارفة تنطق به نطق صحيح خالص، يعني ما فرقش بين دي مسألة ودي مسألة. يعني الذي لا يعرف قراءة القرآن ولم يأخذ القرآن على شيخ لا يجوز له أن يقرأ لا على ميت ولا وسط الأحياء. يعني لا يجوز، لا تجوز قراءة القرآن من غير معلم مطلقا، لا على حي ولا على ميت ولا حتى للتعبد. يعني هو إذا أحسن قل هو الله أحد يكفي أن يتعبد بها، فقراءتها ثلاث مرات كقراءة القرآن كله. لكن كونه يقرأ ويلحن، اللحن ده حرام عليه سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة أو كان عند القبر أو كان في أي مكان، هذه مسألة أخرى. مصور كبيرة مش عارف المنطق الصحيح لا لا وده حرام عليه القراءة حتى ولو بعيدا عن المقابر. ده بياكل عيش. وبرضه العلماء قالوا من شروط وصول ثواب القرآن للميت أن يقصد القارئ بقراءته وجه الله، فلو قصد بقراءته الأجرة يبقى لا ثواب له ولا ينتفع الميت بشيء لأنه قرأ للدنيا. فالأفضل أن يقرأ أهل الميت له لأن هم الذين يخلصون الدعاء له ويخلصون القراءة له ولا يأخذون على ذلك أجرا دنيويا. فالذي يريد أن ينفع ميته فليقرأ هو، فليقرأ هو القرآن. والإمام النووي في الأذكار قال يعني في الدفن قال وإن ختموا القرآن كله فحسن عند القبر، اللي هما توزيع الختمة. بس بشرط ألا يقرأ
إلا من يصح القرآن. لكن تجد بعض الناس أي واحد ما تلقاش القرآن على الشيخ ويأخذ جزء ويقعد يقرأ فيه طبعا ويلحن. اللحن هذا حرام ويضيع الثواب، يضيع الثواب وتكون آثامه أكثر من حسناته، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني هو يتلقى القرآن وأنت تقرأه من المصحف، كيف؟ كان عليه الصلاة والسلام يسبق سيدنا جبريل بالقراءة فنهي لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تسبق جبريل في القراءة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. وقل رب زدني علما. يبقى لابد من التلقي لمن يقرأ شيئا للميت. إذا كنت لم تتلقى اقرأ قل هو الله أحد. وهذا طبعا أحاديث بأسانيد ضعيفة يعطل بعضها بعضا، أن من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة غفر له وكان له بعدد من فيها حسنات، وكان له بعدد من فيها حسنات، بعدد من في المقبرة اللي بيقرأ قل هو الله أحد 11 مرة. أحاديث كثيرة واردة، لكن إذا لم تتلقى القرآن يبقى عليك بقراءة قل هو الله أحد أو الفاتحة أو سورة تبارك الذي بيده الملك أو سورة الواقعة، أي سورة تحسنها وتلقيتها على شيخ تقرأها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري قال لا يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة، قال ومن يقدر على ذلك؟ قال يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. إذن فالذي يقرأها 3 مرات ويهب ثوابها للأموات كأنه وهب خدمة كاملة. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالدفن التلقين بعد الموت. احنا ذكرنا قبل ذلك التلقين عند الاحتضار، وده حديث في البخاري ومسلم، لقنوا موتاكم لا اله الا الله فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ده عند الاحتضار عند خروج الروح يقال امامه حتى اذا قالها سكت عنه كما ذكرنا قبل ذلك. لكن التلقين بعد الدفن، التلقين بعد الدفن هذا أمر متوارث عند جميع المسلمين في مشارق الأرض والمغرب، في كل البلاد يلقنون الميت حتى وإن كان الحديث ضعيفا لكن العمل عليه يعمل به المسلمون، لأنه معضد بحديث التلقين عند الاحتضار لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهو ميت. لكن الفرق بين هذا أنه ده فوق الأرض وده إيه؟ تحت الأرض. في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أوصى أهله، يعني قال إذا أنا مت فضعوني في قبري ثم سنوا علي التراب سنن أو شنوا علي شنن ثم قولوا اللهم إن هذا يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن حواء، يعني إذا عرفت اسم أمه قلته، وإذا لم تعرف قل يا فلان ابن حواء أو يا ابن أمة الله، يا فلان ابن أمة الله والدته. تذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا
وبالإسلام دين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما، وبالقبلة وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوة. هذا هو المتوارث عند المسلمين جميعا. الحديث عند الطبراني مع أنه ضعيف السند لكن يعمل به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن الميت كما ورد في السنة أنه يقول أرشدنا أرشدك الله، أرشدنا أرشدك الله. فطبعا هذا إرشاد وتذكير للميت بما سيجيب به الملكين حينما يسألان من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. لكن تجي واحد يقول لك لا تلقينا بعد الموت ده بدعة. بدعة ليه؟ بدعة في مشارق الأرض ومغاربها، والمسلمون في القرون كلها يفعلونه. وفتاوى أئمة الإسلام حتى الشيخ ابن تيمية أفتى فتوى علمية قال بعضهم استحبه وبعضهم كرهه وبعضهم أباحه. فتوى علمية يحكي اختلاف العلماء، لكن الجمهور على الاستحباب كما ذكر الإمام النووي في الأذكار. قال يستحب التلقين بعد الدفن. بعد ايه؟ بعد الدفن، بعد يرجع على الميت بعد العزاء مثلا ويذكره بذلك. ده من ضمن الاشياء التي ينتفع بها الميت بعد ايه؟ بعد الانتقال. بل هو اول شيء، بل هو اول شيء، لان سؤال القبر بعد الدفن مباشره، فهو يحتاج إلى التذكير والإرشاد والانتفاع. بقيت التعزية بعد الايه؟ ما بين طلوع الروح والدفن أو السؤال في القبر، يعني موقف الميت إيه الفترة دي؟ الميت يعني ما بين خروج الروح إلى النزول؟ هو الآن روحه في البرزخ. روحه في البرزخ. وهو لسه ما اندفنش. في البرزخ. في مكانها في البرزخ. وترد إليه بالسؤال. ترد إليه بالسؤال بقدر ما يفهم السؤال ويجيب. ثم ترجع إلى مكانها في البرزخ إن كانت منعمة أو كانت معذبة. خلاص هي لما خرجت الملائكة يأخذونها إلى الدار الثانية. الإنسان له دور ثلاثة، الدنيا، البرزخ، الآخرة. هكذا قال العلماء. فهي في البرزخ قولا واحدا. لا معذبة ولا منعمة في الفترة دي. نعم. لا معذبة ولا منعمة. لا، هي لا يحكم لها بنعيم أو تعذيب. لأن النعيم والتعذيب يكون بعد السؤال. لأنه حينما يوفق في السؤال يقال له هذا مكانك في الجنة، في النار. فقد أبدلك الله مكانه في الجنة. وإن لم يوفق كالكافر والفاجر اللي يقول لا دريت ولا تليت. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. فيقال له لا دريت ولا تليت. ويضرب بالمطرقة من حديد. ثم يقال له هذا مكانك في الجنة. قد أبدلك الله مكانه مكانا في النار والعياذ بالله تعالى. ثم يبدا عاد الايه؟ اللي هو القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. والدليل طبعا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه يدخل ال فرعون اشد العذاب. وفي حديث البخاري اذا مات احدكم عرض عليه مقعده من الغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار بالغداة والعشي. فهو إما في نعيم باستمرار وإما في عذاب باستمرار. عاذنا الله من ذلك.
والذي يريد ان يقيه الله فتنه القبر وعذاب القبر فعليه ايه؟ بالطاعات، بلزوم الطاعات واجتناب المحرمات، يعني اداء الواجبات واجتناب المحرمات وقراءه سوره الملك. ليه؟ لانها تجادل عنك في القبر وتمنع عنك عذاب القبر. وده في حديث في الترمذي، حديث ابن عباس، ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط فرسه بجوار قبر ولا يحسب انه قبر، فاذا هو يعني يسمع رجلا يقرا سوره الملك تبارك الذي بيد الملك في القبر، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال عليه الصلاه والسلام: هي المانعه، هي المنجيه، تنجيه من عذاب القبر. هذه طبعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو انها في قلب كل مسلم ان سوره 30 آية شفعت لرجل، وددت لو انها في قلب كل مسلم، يعني يقراها لانه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، يخاف علينا من عذاب القبر وفتنة القبر. فهذا سبب عظيم يستمسك به الإنسان حتى يأمن من عذاب القبر، مع المحافظة على الطاعات واجتناب المحرمات. طبعا العلماء قالوا عذاب القبر 3 أسلاس، خلي بالك، ثلث في الغيبة، وثلث في النميمة، وثلث في البول. هذا معظم عذاب القبر من هذه الثلاثة، 3 أسلاس كما ورد في السنة. انظر إلى الغيبة في ألسنة الناس، وانظر إلى النميمة التي هي حرفة كثير من الناس، نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. والأمر الثالث اللي هو سببه الجهل، سببه إيه؟ الجهل بالفقه، الاستبراء والاستنجاء. تجد الواحد سنه 60 سنة ولا يعرف الاستبراء ولا الاستنجاء، يقوم الله